مشاركتي عبارة عن تطبيق للإملاء الإلكتروني، وساهمت جائزة الشيخة حصة في نقل هذا المشروع من المحلية إلى دائرة أوسع وهي المستوى الخليجي. هي مبادرة تلقي الضوء على جهود المعلمين في الميدان التربوي. اليوم نتواجد في الحفل الختامي لمشروع أتمنى من خلال تقديم كوكبة من رواد مشروع أتمنى، ونطمح من خلاله تقديم مشروع الخاص بنا بصمة الإدارة التعليمية الذكية لما فيه خدمة للعملية التعليمية وتحقيقها للأهداف التربوية. حاولنا أن احنا نهتم كثير بالتفكير الإبداعي من خلال هذه المشاركة، الاستراتيجيات الحديثة، كل ما هو يهدف إلى تطوير التفكير عند المتعلم والرقي بأداء المتعلم من خلال البيئة الجاذبة المتطورة باستراتيجياتها الحديثة. كل شكر الشيخة حصة سالم الصباح اللي اتاحتها لنا الفرصة بمشاركة كتاب أحكام التجويد التفاعلي. هو عبارة عن كتاب يشرح أحكام التجويد التفاعلية مدعم بالصور والفيديوهات اللي تشرح أحكام التجويد لإنشاء جيل متقن لقراءة أحكام التجويد بصورة صحيحة. كانت للأمانة مشاركتنا جداً مثرية، فيها الكثير من الدورات والتدريبات التي تؤهلنا إلى أن ننطلق بالميدان بصورة مختلفة وبصورة جديدة. كل الشكر للشيخة حصة، كل القائمين على برنامج ومشروع أتمنى. حبيت في البداية أشكر القائمين على المشروع الوطني التنموي أتمنى، وعلى رأسهم الشيخة حصة سالم الصباح، لأن هذا المشروع الوطني التنموي أتمنى يعتبر حاضنة تربوية داعمة لرواد التنمية في مجلس التعاون الخليجي. مكننا هذا المشروع من مشاركة أصحاب القرار في تحقيق رؤية خليجية مستدامة في مجال تنمية التعليم.